نعادل الخسارة دي خسارة كاس مصر 2021 اللي احنا فقدنا فيه الدوري برضه، ولكن زي ما قال الكابتن علاء احنا خسرنا من الشوط الاول. بص يا كابتن، خلينا اكلمك على اربع اسباب سراع كده. السبب الاولاني التشكيل غير جيد في الشوط الاولاني، اضاع منك في الشوط الاولاني شوط كامل، عدم انتظام لعب، وهدفين تكلفت هدفين، هدفين دول خلوك تطلع الشوط الاولاني بلا تنفيذ، شكلك مش كويس، ادائك غير جيد، ومغلوب 2-0. ده السبب الاولاني. السبب الثاني يا كابتن، لازم البحث عن عدم ثقه اللاعبين في بعض، ودي مهمه جدا. ده بيجي من ايه؟ عدم ثقه اللعيبه ببعض في تحركاتهم، في الباص، في الباص بتاعهم، في الشوتينج، في التغطيه. النادي الاهلي بيدخل فيه اهداف ساذجه بلغه كره القدم، انت اللي بتدخلها في نفسك، انت اللي بتجيبها في نفسك، ده من عدم ثقه اللعيبه. ثالث سبب، من امتى النادي الاهلي بيتسربوا الياس في لعيبه النادي الاهلي؟ انت الشوط الثاني كنت افضل من الزمالك بمراحل، مظبوط، اشتغلت فتره قوي، نادي الزمالك رجع لك وساب لك، يعني الشوط الاولاني نادي الزمالك تسيد المباراه وجاب هدفين وكان ممكن يبقى اطلع اكتر. نادي الزمالك الشوط الثاني انت افضل منه ورحت اكتر منه وكنت هتجيب اهداف اكتر منه، ولكن ضيع فرصه ولا اتنين، ولكن الياس يعني جالك في الاخر، في اخر 10 دقايق بعد ما النادي الاهلي اول مكان يجيب الهدف يا كابتن كانت تلاقيه شعله نار. ده السبب الثالث. علشان كده السبب الثلاث اسباب اللي بكلمك عليهم بالذات الاثنين والثالث، الرابع بقى، كل ده ادى الى السبب الرابع اللي هو عدم تنفيذ التعليمات جوه الملعب. بغض النظر عن تعليمات ممكن تكون صح، تعليمات ممكن تكون غلط في طريقه لعب، انا ماليش دعوه، لكن انت كلاعب ما بتنفذهاش. اديك مثال بسيط جدا، اخر 10 دقايق تقدر تقول لي لعبنا ازاي؟ عبد القادر كان المفترض ان هو بيلعب ناحيه اليمين لان لعبنا ثلاثه، وعبد القادر كان هيلعب مكان محمد هاني ناحيه اليمين عشان يزودك. محمد عبد القادر اخر 10 دقايق اللي انت محتاج تفتح فيهم الملعب لقيته راح عند الراس حربه، عدم تنفيذ تعليمات. الحاجه الثانيه المهمه، مجدي قفشه بصيت لقيته بيلعب في نص الملعب، المفروض يبقى فوق شويه، ببص الاقيه ينزل تحت ياخد الكوره، اشوف شويه منعم يروح ناحيه اليمين، يعني اخر 10 دقائق انت ما نفذتش تعليماتك كلها. اخر سبب الخامس اللي عندي، يعني في بعض اللاعبين لازم يكون على قد تيشيرت النادي الاهلي. الضربه اللي ما بتقسمش بتقوي، بس بتوريك معدن اللاعبين الجيدين اللي يقدروا يلعبوا قدام بيراميدز وقدام الزمالك، واللي يقدروا يخرجوا الفرقه من المأزق ده. انا مش بتكلم على الوقت ده، انا بتكلم فيما بعد. جميل، في لعيبه اديتك كتير وحاجات كده، لكن هي كره، سمه كره القدم كده، يعني مش كل اللعيبه هتفضل عايشه طول العمر. انت اديتني اهلا وسهلا وخدت بقى تمام زي الفل، انا بكلمك بمنتهى الامان، لكن مصلحه التيم والنادي اعلى من اي حد، خلاص انتهى الموضوع. يعني اعاده صياغه شويه، خلينا نتكلم باسلوب، يعني ايه، احنا عندنا دوري ولسه هنلعب دوري، لكن خلينا نتكلم في المستقبل. انت تشتغل على المستقبل، النادي الاهلي قوته انه يقوم بسرعه. احنا خسرنا كاس مصر لكن ممكن كاس مصر ده يدينا 5-6 سنين البطولات زي ما بنعمل، احنا عمرنا ما بنقع فترات طويله، لكن في علامه استفهام في الوقت الحالي. ايه هي علامه استفهام؟ النادي الاهلي يخسر من بيراميدز بطريقه مش كويسه من اللعيبه، ويجي يلعب المباراه اللي بعديها ابص الاقي كل الصفات اللي عندنا القويه بتتحول بقدره قادر لسلبيه. كتير كتير اوقات كتير قوي بروح لعيبه النادي الاهلي، ده بكلمك بمنتهى الامانه، بناخد بطولات ترجع وبتاخد بطولات، يعني
كتير ما بنبقاش عندنا يعني النهاردة فنيا مش جيدين، لكن عندك حاجة عمرك ما فلتت منك، القتال والروح. أنا ما طلبتش منك إنك تبقى مارادونا، ما طلبتش منك ترقص ل 35 لعيب وتجيب لي جون. أنا بقول لك اجري، بقول لك موت نفسك. ما هو أنا عايز أقف بس في الحتة دي، معلش ما أنا هقف معاك بس. ما هو أنت بتقول إن الروح نقصان، وإحنا متفقين في بعض الأحيان الروح مش موجود، ولكن الروح لا تباع ولا تشترى. أنت بمجرد ما بتلبس فانيلة النادي الأهلي خلاص أنت بتتطبع بطباع لعيبة النادي الأهلي. مش كله، مش كله، بدليل اللي حصل. بص يا كابتن، أحلى حاجة أو أحسن حاجة لما تروح لطبيب وتقول له على العلة بالظبط. أنا ممكن أروح لطبيب يسألني على عندك إيه، وأنا يكون مثلا إيديا دي وجعاني أقعد أكلمه على رجلي وأقول له رجلي يا أستاذ هيعالجني، لسه المرض موجود اللي في دراعي. بص يا كابتن، أنت بتتطبع بروح النادي الأهلي، لكن في يا كابتن في لاعبين، خلينا نبقى نتكلم كلام عشان نعالج صح ونقوم بسرعة. في لاعبين النادي الأهلي أكبر منها، ده طبيعي في الوقت، مش أنا العادل اللي بقول كده، ده المعطيات والمباريات هي اللي بتقول كده يا كابتن. يعني أنا مش هسمي أسماء، لأن في لعيبة اديتك كتير قوي ومستواها وقع في فترة، لكن أنا ما بعتبش عليها. يعني أنا مثلا عايز أقول لك حاجة، لما يجي لعيب يديك روحه النهاردة ويموت، يعني محمد محمود ده اللي ما بيلعبش بقاله مدة، النهاردة محمد محمود هو نزل، ها كرة يطلع بدماغه ويقاتل ويعمل. حتى وليد سليمان، وليد سليمان الكبير في السن اللي بيقولوا عليه كبير في السن، اكبر لعيب، اكبر لعيب سنا 37 سنه، ولكن روح وقلب وغير. بص اقول لك حاجه، اتفرج على وش وليد سليمان، يعني دي مهمه جدا، اتفرج على وش وليد سليمان ووش لعيبه اخرين، يعني مش عاوز اقولها، اللي خد على السنتره كتير، فاهم الكلمه دي، اللي ياخد على السنتره كتير ما بتلاقيش عنده الروح دي زي وليد سليمان. خلاص مخنوق وقاعد وميت وعاوز يموت نفسه ويجري وكرة تطول منه ويروح ويعافر ويعمل الحاجات دي كلها. يا كابتن احنا محتاجينها، احنا النادي الاهلي طول عمرنا لما الحاجة الوحيدة اللي مضمونة عندنا روحنا، عشان كده بنكسب وبنكسب كل البطولات الحمد لله، واحنا ابطال. ومش معناها ان احنا، وخلي بالك اللي احنا بنقوله ده دلوقتي ولا يأس مننا ولا حاجة، احنا ناخد الدوري ان شاء الله، ليه لا، هنشتغل وهنموت نفسنا لاخر الدوري واللعيبه تموت نفسها، لكن احنا بنقول علامات غير مضيئه في الوقت ده فرقه النادي الاهلي، اللي هي اهم نقطه عندك راحت منك روحك. خلينا نعترف عمرنا ما بنمشي على سطر ونسيب سطر. فيوتشر، ماتش فيوتشر كتير قالوا ان كان عندك روح، لا فيوتشر انت جبت جون بدري، انت جبت جون بدري عشان كده الفرقه الثانيه فروحك عليت. لا انا عايزك الأقوى لما تكون متأخر، ها تيجي زي الماتش اللي الاتحاد ولا مش عارف المصري ولا الاتحاد اللي كنا متأخرين بهدف وكسبناه في آخر دقيقة، تنجبنا جونين إمبي أو إمبي كنا متأخرين، لكن بحتة الروح النهاردة في آخر خمس دقايق دي أكتر حتة زعلتني، أكتر حاجة زعلتني. عارف ليه؟ روح اللعيبة، بعض اللاعبين مش كل اللعيبة، وكأنك هتخسر مباراة في الدوري عادي ومش تخسر بطولة بجد. يعني ما شفتش لعيب بكى، ودي حاجة مهمة. أنا مش همثل، مش عاوز اللعيب يمثل عليا، لكن اللعيب نفسه ضاعت منه بطولة يا كابتن، ضاعت منك بطولة في حياتك ضاعت. احنا لما بنتكلم أنا عندي 19 بطولة وده يقول له أنا عندي 18 بطولة، ما هي دي بطولة عندك، تبقى بدل ما يبقى عندك 19 يبقى عندك 20، يبقى عندك 21، كان زمان كل ده فينا. رغم هذا انا من عادتي ما بهدش الدنيا خالص، لما اخسر عادي انا ما عنديش مشكله، واللعيبه دي ياما فرحتنا وكسبتنا، بس هي سنه الحياه كده. انت النادي الاهلي مديك كل حاجه، متوفر لك كل حاجه، مدرب بيجي لك مدرب جديد، بس هو الحاجه اللي انا عايز اقولها انه
لازم يعني لازم في الوقت اللي جاي القادم ده سامي يوصل للمدرب نقطة مهمة قوي، سمات وصفات اللاعب العربي، عشان هو أول مرة يجي المنطقة العربية، مش عايزينه يكتسب الصفات دي ويفهم اللعيبة وعقلية اللعيبة ما يتعاملش بعقلية البرتغاليين مع لاعب مصري. ودي مهمة قوي، خلي بالك مهمة التواجد في المنطقة العربية وانت بتدرب. ليه؟ علشان نوعية اللاعب المصري غير البرتغالي غير الأوروبي. تكتشفها امتى انت كمدرب؟ ها بتكتشفها امتى؟ لما بتقعد معايا مدة طويلة، لما اقع معاك في 5 6 7 مشاكل وبعدين افهم عقليتك. لا انا اروح دغري لصاحب التجربة واقول له ده عقليته عاملة ازاي واسمع كلامه. لازم التقرير اللي يجي له يبص فيه اكتر ويعتمد على خبرات الاخرين، حتى لو مش معاه من الفرقة، خبرات الاخرين في نوعية اللاعب المصري. لانه احيانا المدربين الاجانب، يا كابتن ايمن، احيانا المدربين الاجانب، ودي مهمة جدا، بيحبوا يكتشفوا لوحده. ولو حبيت تكتشف اللاعب المصري، ها هياخد وقت. لو حبيت تكتشف اللاعب المصري وهوية اللاعب المصري، انت عايز لك مجلدات وعايز لك سنين تتعاشر معاه. لكن انا ممكن اقولها لك، انت تقولها لي، أسامة يقولها لي في كلمة او اتنين، بس مش اكتر من كده.